عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة ثالثة من برنامج الإذاعة المدرسية الذي يعرض من مؤسسة الأذكياء فرخانة. يخلد الشعب المغربي من 18 نوفمبر من كل سنة ذكرى عيد الاستقلال المجيد التي تعد من الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب المغاربة لما لها من مكانة وازنة ومتميزة في ذاكرة التاريخية الوطنية ولما تحمله من دلالات عميقة ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة. فعلا صديقتي فردوس، لذلك خصصنا هذه الحلقة لاستخلاص الدروس والعبر من هذا الحدث العظيم، والبداية ستكون بخير ما تكون به البدايات آيات وأحاديث من ديننا الكريم. سننتقل مباشرة إلى أشرق محمد وآية حمدة وفقرة آيات وأحاديث. ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث، جسدت انتصارا للشعب والعشر في معركة نضال طويلة ضد الاستعمار، وهذا بفضل روح التضامن والجماعة التي ما زالت من أهم سمات الشعب المغربي. فقد رغب الله المسلمين بمجالسة الأخيار والاجتماع بهم وبأن يتعاون بعضهم مع بعض على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الحديث النبوي ما يبين فضل الجماعة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة ويضلع على الجماعة ومن شذ في النار. وهذا كله عظم على أن تكون كلمة المسلمين واحدة، والتحذير له من الاختلاف والتفرق، والتهديد للذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب العظيم. جزاكم الله خيرا. كل القيم العالية والأخلاق السامية لها مصدر واحد هو ديننا الحنيف. نعم، أما الآن فقد حان وقت الفقرة الثانية التي نختبر من خلالها ثقافة أصدقائنا من داخل الحجرات المدرسة إلى فقرة سؤال الأسبوع مع نور تتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ ذكرى بسبيس. في أي سنة نال المغرب استقلاله؟ هل في 1956، في 57، أو في 58؟ لا أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ نور. في أي سنة نال المغرب استقلاله؟ هل في 1956، أو في 57، أو 58؟ 58. خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ جواد بغدادي. في أي سنة نال المغرب استقلاله؟ 1956. لهذا الأسبوع نتمنى حظا طيبا لبقية التلاميذ في الأسابيع المقبلة. ولكي نرفع من ثقافتنا حول يوم الاستقلال المغربي، لابد من المرور بفقرة شخصيات وأحداث التي سيعرضها التلميذ أمين المقدم والتلميذة مروى البيض. المملكة المغربية في 18 نوفمبر من كل عام يوم عيد استقلالها، حين تخلصت من حمايتيها الفرنسية والإسبانية لأول مرة في 1956. تمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى محطات مضيئة في تاريخ المغرب الحديث، إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة إحقاقا لحرية وكرامة واسترجاع للحق المسلوب. تعود الشرارة الأولى لاستقلال المغرب حين رفض ملك محمد الخامس كل محاولات الاستعمار
التحايل على مطالب الاستقلال. يتم نفيه يوم 20 أغسطس 1953 باتجاه كورسيكا قبل أن ينقل من جديد في 2 يناير 1954 إلى مدغشقر. ورغم كل ما سبق لم يفلح الاستعمار الفرنسي في وقف مد النضالي للشعب المغربي، على الرغم من نفيه لملكهم الذي تجلى من خلال انتفاضة العارمة التي شهدتها في أعقاب ذلك كل المدن والقرى المغربية. ظل ملك محمد الخامس يتمتع باحترام وحب عفوي من شعبه المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، وتعد فترة حكمه نموذجا يحتذى به في السلم المدني والتعايش السلمي، واحتفظ بذلك حتى وفاته عام 1961. ما أعظم تاريخ وطننا الحبيب، وما أحوجنا إلى مراجعة أحداثه ومحطاته الخالدة. أما الآن فسترشدنا التلميذتان إيمان وإسراء إلى سلسلة كتب تاريخية تعزز الثقافة الوطنية لدى الأطفال في فقرة دليل الآباء في تربية الأبناء. أرشدتكم صديقتي دعاء في الحلقة السابقة إلى طرق متنوعة لزرع الوطنية وحب الوطن في نفوس أطفالكم، وبما أننا نخلد يوما وطنيا آخرا فسأدعوكم إلى اقتناء سلسلة بعنوان تاريخ المغرب للأطفال واليافعين للباحث المغربي محمد جبرون، وهي عبارة عن 10 كتيبات موزعة على تاريخ المغرب منذ دخول الإسلام إلى الاحتلال الفرنسي سنة 1912. تغطي السلسلة قرابة 13 قرن من الزمن، حيث تشمل الفتح الإسلامية للمغرب والمغرب في عصر الإمارات والدولة المرابطية والدولة الموحدية وغيرهم. كتبت السلسلة بطريقة حوارية، حيث التاريخ يجري سرده عن طريقة السؤال والجواب الذي يتضمن التفاصيل والصورة، وتهدف إلى جانب التعريف بالتاريخ إلى الحفاظ على القيم التي يحملها والمرتبطة بالوطنية والتعايش والدفاع عن الوحدة وتقديرها. شكرا لكم، سنحاول بدورنا أن نقتني هذه السلسلة القيمة في أقرب وقت. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدين الكرام، ولم يبقى لنا سوى أن نعرض عليكم سؤال الجمهور، ولكن قبل ذلك لابد من تهنئة الفائزين والفائزات بالحلقة السابقة، وهم تسعدنا كثيرا مشاركتكم وتعليقاتكم عبر مواقع التواصل، وننتظر إجابتكم على السؤال التالي: أين نفي الملك محمد الخامس من طرف المستعمر الفرنسي؟ شكرا على حسن متابعة أصدقائنا الأعزاء، موعدنا يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله. كانت معكم التلميذة فردوس أيخلف والتلميذ آدم النسمي من مؤسسة الأذكياء. إلى اللقاء.